مساء الخير على حضراتكم جميعا. بنواصل الجلسة الثالثة استكمالا للتعليقات على محاضرة اليوم والورقة البحثية الخاصة بتمثالان خشبيان لكهنة من العصر البطلمي للأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الحميد مسعود. يبدو أن الوقت الممتع والعلمي والنقاش الجميل بيجري ميلا بسرعة، ما خدناش بالنا أن الجلسة الماضية انتهت وإحنا بنتكلم. فحابب بس ان انا يعني في حضور دكتور عبد الحميد ودكتوره ساره اكد على حاجه بخصوص اللوحات والتماثيل الشافيه، انه السكايب رغم ان الاساسي هو الميه حيث الميه هي قوه الحياه والمعتقد المصري المرتبط بالمياه بشكل عام، لكن ايضا لدينا العديد من الدراسات اللي بتتكلم ان الزيوت السبعه المقدسه او اي زيوت من الزيوت المقدسه كانت ايضا بتستخدم في هذا الغرض الاستشفائي، فاحنا ما نقدرش نجزم هل هي ميه ولا زيت الا بعلاج كل قطعه اثريه على حده حسب النص المذكور عليها. ودي طبعا امر محتاج ممكن دراسه مستقله، اعتقد انها ممكن تفتح مجال فيما يخص الوظائف الخدميه بقى للكهنه بدل ما نتعامل مع الكهنه نفسهم من خلال مهامهم، هما بيستخدموا اي خامه في الطقس، هل الميه ولا الزيت على القطع الاثريه اللي من هذا النوع سواء تماثيل او لوحات، وتبتدي تعمل لها نوع من الكلاسيفيكيشن، دي يستخدم فيها ايه ودي يستخدم فيها ايه، وممكن نخرج بنسب مئويه لاي الماده هي الاكثر شيوعا. وفي الحالتين الاحتكاك زي ما دكتوره ساره تفضلت او دكتور عبد الحميد تفضل بيقوم بعمليه طمس للكتابات. لو في حد عنده اي تساؤل دكتور او باسم، تعليق. معذره، اتفضل يا دكتور. لو فيه اهتمام بالموضوع ده، او مثلا حابين مثلا يبقى في عندنا مزيد من المعلومات المتعمقه في الموضوع ده، ده طبعا بما اتفق مع ظروف حضراتكم ممكن نعمل برزنتيشن بعد المؤتمر حوالين الموضوع ده، وممكن يعني يبقى فيه اجابات لكثير من الاسئله، يعني يسعدنا مجرد ويشرفنا يا اقتراحات. دكتور عبد شكرا لك. الحميد، يسعدنا ويشرفنا. خلاص لو مناسب حضرتك شهر سبتمبر يبقى تبقى ممكن فكرة نبتدي، رائعة دكتور. ممكن نحجز من الاسبوع الثاني من سبتمبر عشان عندنا اخر اسبوع في اغسطس واول اسبوع في سبتمبر اوريدي تم تعيين موضوعات ليهم، فلو كده احنا مستعدين ابتداء من الاسبوع الثاني من السبت الثاني نبقى سعداء جدا. هو ممكن بعد يوم 13 سبتمبر، ممكن ولا طيب يبقى اوكي مفيش مشكله، احنا اقصد انه ابتداء من السبت بعد الثاني 13 احنا متاحين، سبتمبر؟ فاهلا وسهلا بحضرتك، ابعت لي على طب الميعاد ماشي اوكي. والعنوان نعلن بعد عنه. ما فيش مشكلة، بعد 13 سبتمبر إن شاء الله، يعني ما فيش مشكلة بإذن الله. يشرفنا جدا يا دكتور، يشرفنا. تسلم تسلم دكتور باسم. وبالمناسبه دكتوره ساره محتاجين ناخد من حضرتك وعد ان انت تشاركينا بموضوع في الثبوت الاعتيادية لجروب آثار وحضارة مصرية بتقنية الزوم. والله دي حاجة تشرفني دكتور باسم، شكرا لدعوة حضرتك الكريمة، طبعا حاجة تشرفني، وأي ندوات الواحد الحقيقة فعلا بيستفيد منها خصوصا الأونلاين بتتيح التعارف ما بين أبناء التخصص الواحد وبتتيح تبادل الخبرة ما بين الطلبة والباحثين الجدد ونفتح لهم أفكار جديدة، فطبعا أكيد دي حاجة تشرفني. ميرسي جدا، انا اللي كان ليا الشرف وان انا اتعرفت بحضرتك من خلال هذا المؤتمر. انا بصراحه يعني كنت اجهل شخص حضرتك الكريم وبعض الشخصيات اللي موجوده معانا، فدي فعلا فرصه طيبه جدا، وزي ما بيقولوا عليا بحب ادبس الناس على الهواء، اعذرني يا دكتور، فهو دبيسه على الهواء بالمشاركه ان شاء الله. اوكي، لو في حد من الحضور الكريم حابب يعلق او يتساءل. ما زلنا في إطار الكهنة في العصر البطلمي ونماذج اللي عرضها دكتور عبد الحميد، التماثيل الخشبية اللي محدد موقع مصدر واحد منها من منطقة طول الجبل والباقي التمثال الآخر مجهول المصدر، ومش بس مجهول المصدر، مجهول كمان المصير الحالي له. أوكي، ليلة سعيدة على حضراتكم، استمتعنا معانا بوجود قامة علمية
زي معالي الأستاذ الدكتور عبد الحميد مسعود. جزيل الشكر لسيادته وللباوربوينت وللإطلالة على تمثالين اليوم وضع خاص جدا للأسف أديره من الظروف اللي مرت على المتحفين، كل متحف بخصوصية الظروف اللي مرت عليه. بنشكر سيادته على وقته وعلى علمه، وللحضور الكريم جميعا على أسئلتهم ومداخلاتهم. وليلة سعيدة، وغدا يتجدد اللقاء. غدا هكون بحدث حضراتكم عن قائمة جديدة لكبار كهنة بتاح منف، المناهج المستخدمة، بعض السمات الخاصة بكل شخصية وتاريخها، الشخصيات اللي كانت مدمجة وتم تفريقها، أو الشخصيات اللي كانت متفرقة وتم دمجها نتيجة أثار جديدة، ثم المهام الوظيفية المختلفة اللي قاموا بيها، والأدوار السياسية والإدارية والحياتية اللي لعبوها عبر العصور، خاصة منذ ظهورهم مع نهاية الأسرة الثانية ومطلع الأسرة الثالثة، وصولا إلى آخر شخصية هتكلم عنها في عصور الأسرات المصرية. ولن أحدثكم عن ما يخص العصر البطلمي وحتى عام 7 أغسطس، لأنه هذا العمل يفرض له لقاء خاص مستقل إن شاء الله. ليلة سعيدة على حضراتكم، منتظرينكم غدا بإذن الله. تصبحوا بخير. شكرا دكتور باسم، وشكرا جزيلا للحضور الكريم. تحياتي لشخصكم الكريم. شكرا لحضرتك، منورنا دايما يا دكتور.